هذا كان مصاب إصابة شديدة جدا جدا من أبطال الحرب، ليه قصة هيحكيها ابنه، احكي لنا بقى عشان ما حدش فاهم. اولا شرف ليا النهارده استضافت حضرتك لينا وفي قناة سي بي سي، منورنا والله، ربنا يخليك يا رب. هو الموضوع كله كان حصل أثناء الإصابة بعد يوم 10 أكتوبر. طبعا كان الزوج كان مصاب إصابة كبيرة جدا. هو ما كانش الزوج، هو كان جندي مجند مصاب إصابة شديدة، وحظه جه في المستشفى اللي فيها ست سيدة، ومن هنا بدأت القصة. بالظبط، هو كانت الفكرة كلها هما كانوا أصلا هما مش عارفين بعض، بالرغم إن هما كانوا من منطقة واحدة، لكن كانت الصدفة أو الشيء الغريب ان كانت الاصابه بتاعته كانت اصابه قاتله، لدرجه ان اصابه متفرقه في جسده، اصابات في العمود الفقري، اصابات في الراس، في الكتف، في القدم. فكان في من ضمن المصابين معاه حد كان يعرفوه، اصدقاء ليه، بس كانوا يعرفوا الوالده، جيرانكو، جيران يعني. فطبعا هم فوجئوا ان هي موجوده في المستشفى، فطبعا انت موجوده هنا، انا موجوده، والله ده معانا اخونا حامد دودار موجود ومصاب اصابه كبيره، ومش عارفين هو توفى ولا ايه الموضوع، لان طبعا كان مرحله نزيف واغماء وكلام من ده كله يعني. فطبعا قالت لهم انا يعني مش عارفاه، فقالوا لها لا ده اللي اخوه الاستاذ مختار. فقالوا طب خلاص ماشي. بدات بقى ان هي الاسعافات وكلام من ده كله، وكيس الدم، وهو وحصل الضرب، وقال لها امشي واهربي. ده الفكره كمان يا استاذه هبه، ان هو اصلا كان في مرحله اغماء، وحتى كمان هو ما كانش عارف اللي مين اللي بيعالجه او كلام من ده كله. وهي كانت نفس القصه يعني، هي الموضوع ما كانش يعرفوا بعض قبل الواقعه يعني. فطبعا اما بدا ان هو يفوق شويه من الاغماء وكلام ده كله، فسال قال انا شفتك قبل كده في المنطقه هناك، قالت له انا كذا كذا. بدا بقى اللي هو ينتقل من ضمن المصابين اللي موجودين، هينزلوا للقاهره في مستشفى كوبري القبه العسكري. ومن هنا بدا ان هو نزل من ضمن المصابين، وهي طبعا كانت موجوده هناك في السويس. طبعا هو فضل لا يقل عن بتاع سنه كان في مستشفى كوبري القبه. وبعد كده هي بقى كانت لما كانت بتنزل او كلام من ده، فما كانش فيه صدفه بتقابلهم بتجمعهم خالص. الموضوع كان فيه قصد بقى. ما هو بقى ايه القصد اللي حصل بقى؟ القصد اللي حصل ان هو كل ما كان بيجي هي ما كانش بتبقى موجوده، يسال عليها. فكان كان اللي حصل ان كان في طيار عندنا الشهيد محمد وحيد انديل، حصل ان هو توفى. فكان في البيت والدها ووالدتها قالوا بس يبقى هي توفت هي كمان، لان الموضوع بالنسبه لها خلاص احنا العلاقه مقطوعه معاها، يعرفوش حاجه. وطبعا كل المصاب بيسال او كلام من ده كله، فما فيش حد بيبعت. فاللي حصل ان هي كانت قبل ما تسافر، قبل الواقعه اللي هي روتها دلوقتي، ان هي سابت غوشتين اللي هم الذهب لوالدتها. فطبعا بداوا ان هم يتساءلوا، قالوا خلاص ان هي توفت من ضمن اللي توفوا. بعديها اللواء يوسف عفيفي قائد الفرقه 19، طبعا كان في موقف حصل من ضمن المصابين برضو، فهو قال لها طيب انت ايه اللي انت عايزاه؟ قالت له انا عايزه ابعت برقيه لوالدي ولوالدتي هطمنهم. فطبعا بعت البرقيه واضافت طبعا في البرقيه الاولى، فما كانش فيه اي رد خالص.
وهو حتى كمان كان في حد من الفرقه بتاعته كان موجود، فقالوا طبعا حكى للواء يوسف عفيفي ان الموضوع ده هم مصدقين اللي هي توفت. فهو كلمها تاني، طب ايه الموضوع، ايه الدلائل اللي هم يقولوا ان انت، فقالت له نكتب اللي فيه اسورتين ذهب انا سايباهم، اهم هي تعرف اماره. دي الاماره اللي هي رجعت الحياه، بالرغم ان اللي هم قالوا قعدوا 4 ايام كنوع من انواع الحداد ان هي توفت. دي الاماره اللي قدرت توصل لاهلها بيها انها على قيد الحياه، على قيد الحياه ولسه في وما يعني زالت في موجوده. بدأت نبض الحياة بالنسبة للوالد والوالدة اللي هم ترجع لهم تاني، إن بنتهم ما زالت ردت فيهم الروح. ردت فيهم الروح. تمام. أنا بقى لأ، بس أنا برضو إيه يهمني أعرف، إمتى حسيتي إن يعني هذا الجندي البطل اللي أنت عالجتيه ده هيبقى شريك حياتي، أنا اخترته أو هو اختارني؟ هو الموضوع هو كان يسأل بقى هي جت ما جاتش، بس احنا كنا في الحصار لسه. طبعا بعد الحصار ما اتفك الريس جنة انور السادات وقال انتوا ابطال، وقعد طبعا يرفع من روحنا المعنويه، معلش انا عارف ان الحاجه ما وصلتكوش ولا اكل وصل واللبس طبعا هي كانت ظروف قاسيه وظروف صعبه والدم طبعا باظ، واللي انتوا رغبتكم فيه هننفذه. قلت له انا رغبتي يا سياده الريس انا عايزه اتنقل بلدي لان والدي توفى وانا في السويس وما فرشيش غير والدتي. قال ماشي. فقلت له ده هم مش راضيين، قالوا مش راضيين مدول على طلب النقل. في ناس بقى اختارت من التمريض البواخر تشتغل على البواخر، كل واحد اختار يعني كل واحد اختار اللي هو عايزه. فطبعا قال لي لا ليه ما مش راضيين ليه، قلت له مش عارف. طب انت كنت عايزه ترجعي البلد عشان الوالده بقت لوحدها ولا كنت عشان عارفه ان حامد ودار هو كمان جارك في البلد ومحتاج لسه رعايه طبيه لا 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 انا عاوز اعرف هم وصلوا لقصه الحب والجواز امتى؟ ما هو الفكره كلها ان الموضوع بعد موضوع الحصار وبعد بعد ما سنتين. الدنيا بعد ما الدنيا استقرت وكلام من ده كله، هي طلبت ان هي تتنقل لان والدها توفى وهي ما شافتهوش اثناء المعركه اثناء الوفاه ليه يعني. فطبعا ده اثر في معاها جدا ان والدها توفى وهي ما شافتهوش، ان والدتها اصبحت كبيره في السن ومش عارفه ان هي تراعيها وكلام من ده كله. فكانت الموضوع بقى كله ان خلاص حصل استقرار في الدوله انا ذاك في التوقيت ده. وبعد كده حب بقى ان بقدوم الرئيس السادات المرحوم الشهيد السادات وهو موجود، فكان طلب منهم ايه اي واحده ليها طلبات ممكن نلبه لها. فاللي حصل هنا ان هي طلبت ان هي تتنقل ليه بحيث انها تبقى جنب والدتها كل المسافه دي وهي لسه ما حصلش نوع من انواع اللقاء لسه. فطبعا كان مدير المستشفى كان في التوقيت ده كان رافض ان هو انقذت حياته وعالجته والشهور عدت والبلد استقرت الحمد لله وربنا كرامتنا ورجعت البلد بقى. رجعت اما رجعت بقى كان صديق والدي كان ابن عمها. فطبعا هو حكى لابن عمها وقال له ان هي رجعتني للحياه من اول وجديد تاني، وان انا اصلا بالنسبه لي انا كنت في تعداد الموتى وكان خلاص، لدرجه ان حتى اصدقائي شالوني لاني ما كنتش في اي قدره على الحركه. شالوني ميت خلاص، انا الموضوع بالنسبه لي منتهي. فانا انا لازم ارد الجميل في الموقف اللي حصل ده، لاني طبعا هي رجعتني للحياه من اول وجديد تاني. فطبعا كان ابن عمها كان ليه دور موجود معاهم وكلام من ده كله، فسهل الامور ووصلنا لمرحله ان هي بقت ام لدكتور ودكتوره ودكتور ومحامي. 4 اولاد ما شاء الله، 2 دكاتره ومحامي، 3 دكاتره ومحامي ما شاء الله. ما شاء الله. وقصه جميله بدات بدايه رائعه طاهره
شريفة في حرب أكتوبر. بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد،